هو مش عارف انه هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا قايرك الشاطر، هيتدفن في متر في متر. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش عمي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل. هو اللي بعت لي بريز وبعت لي اوباما ويحتمل بيه امريكان. هذا الرجل، ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع يدعمه يحس انصاره عليه لعب. هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم يتعصب حصل حرام. واتقبل على محمد مرسي، عيط طالما يا جماعتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يخرج في المهديين. احنا لو اردنا نخرج الناس للمهدي ما كناش عرفنا نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه اللي عمل ده؟ ايه الجنرال ده؟ دي مرسي سبع ترستان الحضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين، لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات. طب استاذ ايهاب، عليه انه هو، انا خايفه عليه انه هو. استاذ ايهاب، استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري، عليه انه هو. انا خايفه بس عليه، يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف، انتهت خلاص. اجزومه الاسلام، عشان انت عندك القلب يا ايهاب. ما شفناش راجل منهم من قاداتهم. اهدى اهدى، انت عندك القلب. يطلع هو يا ده، هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهه مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهه الجيش والشرطه والشعب. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطر ايه ده؟ ايه والله انا خايفه عليك والله. ده عند الدستور وحرسه. ايه ده بس؟ ايه يوم ما عمل ايه على الدستور؟ حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص، ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى بس، اصل انا خايفه عليك. مش مستاهله الحكايه. حاجه ما يستاهلش، مش مستاهله، مش مستاهله. اهدى. طب خلاص، طب خلاص، فين العقل وفين والله؟ مصر ما يستاهل تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع مجوري. اطلع لفاصل، اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح فيه. ايه اللي حصل في مصر؟ طب اهدى. As a religion is a lie wrapped with some facts and truths. I want the truth. You can't handle the truth. Our channel is now proudly sponsored by J.K. Scheinman, who is the author of the highly controversial book, The People vs. Muhammad. To learn more about Muhammad's extensive list of psychological disorders, please buy a copy on Amazon while you can, as stocks are selling fast. To show our appreciation for all those who have supported us, we have uploaded a copy of our film, The Muslim Agenda, which you can watch free of charge.